Hello everyone, this is Dr. Marwa Omar. Welcome to the second episode of Urinary Schistosomiasis Practical Session. This one would be about the pollinus truncatus snail. زي ما أخذنا دكاترة في البريفيوس سيشن الخاصة بالميراسيديم تطرقنا فيها لكلمة سنيل هوست اللي احنا بالعربي كده اسمه القوقع واتفقنا ان اي سنيل سواء بتاع شيستوسوما او other snails هتقابلكو او even non-medically important snails بتكون عبارة عن two partitions. البارت الاولاني اللي هو السوفت تيشو او اللي هو نفسه يعتبر the slug او الكائن الرخوي والسكند بارت الشيل اللي بيستخدمها السنيل علشان البروتكشن. واتفقنا ان الميراسيديم اما يجي يعمل انفيجن بيفضل السوفت تيشو وبالذات اتفقنا في منطقة التنتيكلز او في الاوبن سبيس اوف ذا هيد. طيب ايه اهمية التشيل؟ زي ما اتفقنا السنيل ربنا سبحانه وتعالى عاملها له علشان البروتكشن، وبالنسبة لنا احنا التشيل دي دكاترة بتساعدنا في الايدنتيفيكيشن اوف ذا سنيل، يعني احنا نقدر نعمل بيها مورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن اوف ذا سبيشيز اوف ذا سنيل اللي نقدر نفرق بيها يا ترى ده ميديكالي امبورتنت سنيل اور نوت، يا ترى ده بتاع شيستوسوما ولا بتاع هيتروفيز ولا بتاع الفاشيولا اند سو اون. سو ذا مورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن اوف ذا سبيشيز بيكون بيحصل عن طريق ذا تشيل. بداية كده دكاترة نتعرف على البولينس ترانكيتس as an identity card، يعني كأن احنا بنبص على بطاقته الشخصية وعايزين نعرف كل حاجة عنه. بداية بس عايزاكم تعرفوا ان يمكن كلمة snails بالنسبة لكم انتو as undergrads مش هتشوفوها غير في الكلاس 3 ماتودا. So يعني في الباراسيتولوجي ميجور هتتطرقوا ليها فقط في التريماتودا. ده مش معناها انها مش موجودة في other helminth، لا موجودة في كمان يعني السنيلز especially land snails ليها اهمية معينة لcertain nematodes، بس الكلام ده مش هيكون بالنسبة لكم انتو as undergrads. so خلينا متفقين ان السنيلز بالنسبة ليكم انتو هتكون ليها علاقة بالكلاس تريماتودا سواء هنا في رينال موديول او بدرجة اكبر بكتير في الجيوتي موديول ان شاء الله. So, هنتعرف على البولينس ترانكيتس من خلال بعض الأسئلة. أول حاجة عايزين نعرفها عنه يا ترى هو لاند سنيل أو أكواتيك سنيل، يعني يا ترى هو بيحب الأرض أكتر ولا الووتر أكتر، ويا ترى في الووتر هل هو بتاع فريش ووتر أو براكش ووتر أو سولتي ووتر. في الحقيقة دكاترة الشيستوسوما سنيلز عادة بتبقى فريش ووتر سنيلز، يعني اللي هناخده النهاردة البولينس ترانكيتس أو الشيستوسوما هيماتوبيوم أو البينفلاري ألكسندرينا بتاع الشيستوسوما مانسوني الاثنين فريش water snails والاثنين كانوا موجودين في مصر بدرجة بصفة خاصة وبدرجة عالية جدا. الاثنين بيحبوا دايما الفريش ووتر الخاصة بمياه الترع والمصارف والدرينج كانلز والحاجات دي. طيب دوت اول سؤال. so عرفنا ان بولينس ترانكيتس is an aquatic fresh water snail. this is number one. طيب هل البولينس ترانكيتس بيقدر يستحمل الفلو of water ولا بيحب الاستجنيشن اكتر؟ actually بولينس ترانكيتس يا دكاترة في مصر كان موجود بنسبة اكتر في النايل فالي ريجن، يعني موجود في الصعيد اكتر، وبيفضل ان يبقى فيه gentle flow، ان يبقى فيه current، ان يبقى فيه طيار مناسب من الووتر او من الماء، على عكس باينفلاريا. الباينفلاريا مثلا في شيستوسوما مانسوني بيحب اكتر الاستجنيشن، ان الووتر تبقى استجننت تبقى راكده بشكل افضل. طيب يبقى اول حاجه فريش ووتر اكواتيك سنيل، نمبر 2 ات بريفيرز ذا جنتل فلو اوف ووتر، نمبر 3 اتس فاوند ان ذا نايل فالي ريجن ان ايجيبت، ومش بس في مصر موجود كمان في ميني ايسترن ميديترينيان كانتريز ان ذا ميدل ايست اس فور از ايران. اوكي ده من حيث الديستريبيوشن بتاعه، ده من حيث اللوكيشن والديستريبيوشن بتاعه. اوكي طيب السؤال الثالث، ايه الستيج which enters this snail and ايه الستيج which leaves out this snail. السيشن اللي فاتت اتكلمنا فيها باستفاضة عن ميراسيديم باعتبار هو اول ستيج will enter this snail. so the stage which will enter this snail is the ميراسيديم stage بعد ما بيحصلوا هاتشنج من الايج زي ما اتفقنا. It will swim freely in water until it finds its snail host. واتفقنا بيحصل جواه سلسلة من الميتامورفوسيس لحد ما يتحول mother's process, daughter's process and then cercaria. There is no radial stage in schistosoma. So what is the stage which will leave out this snail? It is the cercaria stage. طيب how does it look like؟ يعني احنا اتفقنا ان التشيل هي اللي بنعمل بيها identification، عايزين نعرف شكله ده يعني بيكون عامل ازاي.
زي ما احنا يمكن متعودين يا دكاتره بنحاول ناخد المورفولوجي as simplified illustrations. So اي سنيل يا دكاتره بيكون له certain structures، مش بس مجرد كده شيل بنمسكها او قواقع بنجمعها، بالذات الميديكال امبورتنت سنيلز زي ما اتفقنا. So any snail has an apex, body whorl اللي بيكون باللون الاخضر عندنا, and aperture or opening. على حسب مكان الابرتشر بيتحدد السنيل ده يا ترى right sided or left sided. السنيل بيتمسك ازاي يا دكاتره؟ اولا the apex must be upward and the aperture must be facing you. يعني الابكس بتبقى طبعا للاعلى وهذه الفتحه لازم تكون في مواجهه الفيس. لو it is on the right side it's right sided snail, if it is on the left side it is left sided snail. بالمناسبه the schistosoma snails both سواء بولنسترونجيتس أو بينفلاري ألكساندرينا the aperture is on the left side, so they are both left sided snails. هتاخدوا بعد كده snails right sided snails زي مثلا برينيلا كونيكا أو فيتروفيس اتروفيس it is one of the right sided snails. طيب الحاجة التانية المميزة جدا في بولنسترونجيتس snail that it has blunt apex. The apex of the bolinus is not charred, it is blunt. تمام؟ يبقى أهم حاجة في البولنس رونجيتس سنيل كمورفولوجي number one has blunt apex, number two the aperture is on the left side, so it's left sided snail. علشان نتخيل اللي احنا شرحناه بشكل أوضح يا دكاترة let's have a look at actual snails. So let's start with the بولنس رونجيتس snail. It has a blunt apex, so the aperture or the opening is on the left side, so it's one of the left sided snails. The blunt apex indicates that it's a Bolinus truncatus snail. زي ما اتفقنا ازاي بنمسك السنيل apex upward, aperture facing us, so this is one of the left sided snails. This is the ventral surface of the snail and this is the dorsal surface of it. Okay. طيب تعالوا كده نبص على واحد من right sided snails which is Oncomelania. Actually it is the snail host of Schistosoma japonicum. Apex upward, aperture facing us, the aperture or the opening is on the right side, so it's a right sided snail. Limini snail, it's one of the fasciola snails. Apex upward, aperture or the opening is on the right side, so it's one of the right sided snails. كل واحد من دول يا دكاترة بيكون هو intermediate host of a certain parasite. This one is for Schistosoma hematobium. This one is for Schistosoma japonicum. This one is for fasciola and so on. علشان كده في منتهى الأهمية إن إحنا نعرف المورفولوجي بتاعه والأهم حاجة فيها الأبيكس شكلها عامل إزاي and the aperture is on the right or the left. Okay. طيب آخر واحد يمكن بالنسبة لنا هو بينفلاري ألكساندرينا. It is the most distinctive one. It is the intermediate host for Schistosoma mansoni. As we can see, it's a button or discoid or button-like. It has a flat lower surface. So the rounded upper surface and the flat lower surface, aperture facing us. So as we said, it's one of the left-sided snails. And this is our guest for today, which is the Pallinus truncatus. As we can see, it has very blunt apex. Aperture is on the left side. السؤال لو جالنا في البراكتيكال اكزام يا دكاتره ممكن يجيب لنا صوره زي اللي قدامنا دلوقتي يقول لنا identify this stage and mention its medical importance. يبقى بمنتهى البساطه هنقول this stage is Pollinus truncatus snail. Its medical importance is it acts as the intermediate host for Schistosoma hematobium parasite. يبقى لازم نحدد اسم السنيل صح Pollinus truncatus. الحاجة التانية it's intermediate host, ما ينفعش أقول host واسكت. ليه؟ لأن ال intermediate host it is the host which harbors the immature or the juvenile stages of the parasite. فلازم أحدد intermediate host for what? For Schistosoma hematobium. ما ينفعش أقول Schistosoma واسكت، ما ينفعش أقول host بس واسكت. أوكي يا دكاترة؟ ممكن يجي لنا سؤال تاني على نفس السلايد يقول لنا identify the stage and mention its control measures. يبقى هنا هنتطرق لـ the snail control measures ويمكن دي مشروحة عندكم في الـ theoretical handout. الـ control of the snails يا دكاترة يمكن من أشهر الـ control measures هي استخدام number one the physical or the environmental control اللي بيعتمد بدرجة كبيرة على إن إحنا make the outer environment unsuitable habitat for the snail. إزاي؟ مش هو موجود أكتر في الـ agricultural drainage canals وفي الـ drains وفي القنوات والمصارف؟ يبقى أهم حاجة نشوف الحاجات ديت إزاي نتغلب عليها.
اولا سواء بالكفرنج سواء بالدرينج باستخدام البايبس سواء ان احنا نعمل لها لايننج او عمليات التبطين either by stone or cement or concrete. اي نعم هي effective method but it's very expensive. الحاجة التانية ان احنا نعمل biological control استخدام الناتشرال انمي اللي اوريدي موجود في الانفايرومنت واللي ممكن يريحنا من هذه السنيلز and its eggs. زي مين؟ زي fish, ducks, frogs, insects تتغذى على هذه السنيلز and their eggs. يا اما نحن نستخدم زي ما اتفقنا حاجة اسمها refractory snails. يمكن ده شرحناه في السيشن بتاعت ميروسيديا ان انا هجيب سنيل شبه البولينس رونكيتس في الاماكن اللي هو موجود فيها ومنتشر فيها بحيث ان ميروسيديا يطلع يدخل another snail يعملي competition مع usual snail الموجود في الانفيرومنت وفي نفس الوقت زي ما اتفقنا السايكل مش هتكمل جواه لان هو دخل في unnatural snail host غير بتاعه فاللايف سايكل زي ما اتفقنا هتقف بس عند مرحلة السبوروسيس ستيج and no circaria will come out. يا اما انا استخدم بقى الكومنست واي الا وهي استخدام الكيميكال كنترول ونحن نستخدم اللاسيسايدال ايجنت او المواد الكيميائيه التي تقضي على هذه السنيلز. في عندنا اوبشنز كتيره قوي منها سواء كبر سلفيد او صوديوم ديكلورفينيت. لازم بس ناخد في اعتبارنا عند اختيار الكيميكال ايجنت اولا ان هو يكون افكتيف, نمبر 2 نون توكسيك, نون توكسيك تو ذا انفايرمنت يبقى فقط توكسيك على السنيلز ما يعمليش توكسيسيتي للووتر او للفش او حتى للانيمالز الموجوده في الانفايرمنت, ولازم يكون لو كوست يعني يكون افوردبل وفي نفس الوقت يكون ستيبل, ستيبل افتر ستورج اند ستيبل اون ابليكيشن يعني ما يبقاش افكتد بالكواليتي اوف ذا ووتر, ما يبقاش افكتد باي ذا سان اند اذر فاكتورز. And so we got to the end of the session. Thank you so much for listening.